باي. السلام عليكم مشاهدينا ومشاهدين قناه الصحه والجمال وبرنامج كاميرا واحده. اهلا بيكم. برحب بورده. ازيك يا ورده؟ اهلا بك يا سعد. برحب بضيف البرنامج النهارده باحث استاذ شعبان مجلي. مرحبا بيك. اهلا بك يا فندم. مرحبا بيك. لو حضرتك تعرفنا بنفسك اكتر وللجمهور. حبيبي يا اخي. اخوكم شعبان عبد العال مجلي، حاصل على بكالوريوس خدمه اجتماعيه، دراسات عليا كليه التربيه، دورات في التنميه البشريه، دورات في مكافحه المخدرات، دورات عديده في رعايه الشباب. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. ما شاء الله دكتور. دكتور لو بدانا من حيث فلسفه النوم. النوم. النوم فلسفه ده النوم. حاجه انت جبت العالم كله بيبحث عنه. مشاكل النوم. ما فيش واحد بياخد دواء عشان يصحى. كل بقى عشان ينام. ينام. النوم نعمه. فعلا. والنوم فطره، فطره الله التي فطر الناس عليها. وربنا خلق الخلق بصفات حقيقة. ومنها صفات النقص، النوم بالذات الانسان لازم ينام. ينام بيعيد ترتيب حياته. اكرمني شويه. وترتيب كل الاعضاء والاجهزه والذكاء والنباهه والدوره الدمويه والدوره التنفسيه والدوره الاقربيه، كله بيتظبط في النوم. قله النوم دي بتعمل مشاكل كتير جدا. تمام يا دكتور. طب اهميه النوم بقى، يعني احنا قلنا اهميه النوم. ايه بقى يا دكتور اللي بيمنع النوم؟ يعني انا شخصيا وناس كتير نفسها تعرف ايه اللي يمنع النوم. موانع النوم كتيره جدا، منها القلق والهم والغم والضغوط النفسيه والضغوط الماليه والمشاكل الاسريه والمشاكل العمل والحاله الاقتصاديه بتاعت الانسان بتاثر على نومه. فعلا يا دكتور. وفي حاجات تانية جدا العلماء بيقولوا عنها، يعني ثلاثة لا ينام، يعني واحد من ثلاثة دول ما بينامش خالص. الخائف، خايف من شيء معين. جاي. والجائع والبردان. فعلا. يجي بالليل واحد بردان، عاوز بردان، عاوز يدفع عشان ينام. دي كده بقى البرد كلها ما بتنامش. لا الحر. الجائع الجائع لا ينام، والخائف لا ينام، والبردان لا ينام. وفي مثل دارج بيقول ما ينامش الا خالي البال. راحة البال وخير البال هي دي نعمة. النوم ده نعمة من الله. ربنا بيقول في القرآن الكريم وإذ يغشيكم النعاس أمانة منه. أمان وأمن وطمأنينة من الله. ونعم بالله. وكمان جعل وقت للنوم وحدده رب تبارك وتعالى عشان كتالوج الإنسان مع خالقه. وجعلنا الليل لتسكن فيه والنهار مبصرا. وأفضل شيء للإنسان بالليل. ساعة الليل لا تقاس بساعات النهار. دكتور بناء على ما سبق كده هنستنبط سؤال، يعني اضرار بقى عدم النوم. اضرار عدم النوم ديت نسال الله العافيه والعافيه في الدين والدنيا والاخره. اضرار عدم او النوم. اضرار او بمعنى ادق اضرار السهر ممكن في عمل السهر. هي معنى واحد ترادف. مظبوط. نقول مثلا اضرار النوم اللي هي بنسميها السهر. السهر بيؤدي الى الصداع، هالات سوداء تحت العين، لان الانسان عنده ده صفره في الوجه، شيء من الزهايمر والنسيان، الانفعال، تغير المزاج، قلة الذاكرة، قلة التحصيل، الكسل والهمدان أثناء النهار. دي كلها أضرار السهر. أضرار السهر. ما فيش فوائد كتير. لا طبعا ما فيش فوائد للسهر خالص. طب إيه يا دكتور الفرق ما بين الرؤية والحلم؟ ما شاء الله. النوم ده بقى لما الإنسان لما يجي ينام، لأن الإنسان في النهار بيعتمد على عضلاته، على الصحه العضليه. فاذا نام ارتاح الجسد والعضلات واطلق العنان للعقل والروح، اسمح. فكل انسان لما يجي ينام بيشوف اربع حاجات، بيشوف اربع ايه حاجات، يا اما رؤيه، ويا اما حلم، ويا اما كابوس بالكاف مش بالقاف، كابوس، ويا اما حديث نفس او العقل الباطن. اربع حاجات عاوزه تفسريهم. يا ريت يا دكتور، يعني حضرتك بالكاف. ايوه بالكاف. ايه بالكاف ومبهدلين امال لو بتطبق يعني الناس عافيه. لا صاحب مين يا دكتور؟ الرؤيه الصالحه ديت بنعمه من الله. اذا الرؤيه اول حاجه، الرؤى والرؤى لا تكون الا من الله، والرؤيه الصالحه منا من الله وكرم من الله للعبد. اما بشاره واما تحذير واما رساله. ولم يبقى من الدنيا الا الرؤى الصالحه، اما ان ترى او ترى لك. يعني انا اشوف حلم او حد يشوفه لك، شوف حلم او حد يشوفه لك، مش حلم، رؤيه. الرؤيه ديت من صفات الانبياء، صفات الانبياء. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزء من النبوه. ما شاء الله. والرؤيا الصالحه كما قال سيدنا ابراهيم،
يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قالش إني أحلم. أيوه. ففرق خلاص. لذلك في الحلم في سورة يوسف قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، عشان الحلم ده من الشيطان لا يفسر. والرؤيا الصالحة تحكى للمحب الصالح، لأن المحب الصالح يحبك ويدعي لك ويبارك لك ومش هيحسدك ويحاول يفسرها لك. أما إذا حكيت الرؤيا الصالحة لبغيض أو حاسد قد يحسدك عليها. وأما الحلم ده بسرعة كده بإيجاز يعني، أما الحلم طويل عريض أحداث متناقضة، متجوز متطلق مات عاش طول صغر سافر جه اتدفن حي، حاجات متناقضة. والرؤية والأحلام لا تفسر ولا تحكى لحبيب ولا تحكى لعدو، فالحبيب يحزن والعدو يشمت. ياه الحلم دكتور منك أنت بتقول إن الأحلام لا تفسر. أيوة. يبقى إذا السؤال البديهي هنقول هل تفسير المنام الله احنا عايزين نفرق. هنقول لك انا بفسر احلام مثلا، واحد بيفسر احلام ده ده دارج لفظ دارج. اما الاصل الاحلام اهميه، لا اما الاصل هي الرؤيه، الرؤيه منام، الرؤيه الصالحه. بس حضرتك المنام ده اربع حاجات اهميه، المنام اربع حاجات هنقول. المنام يا اما يكون رؤيه صالحه، واما يكون حلم من الشيطان، واما يكون حديث نفسي، واما يكون كابوس. الاربع حاجات دول لهم تفسير. حضرتك بتفسر الاحلام صح كده؟ يعني هنوع عنها في الحلقات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. لا انا نفسي لا باذن الله ماليش دعوه. فجينا الحلم عرفنا الرؤيه هي دي لها صفات من الله، وتكون قصيره وتكون مثل وضح الصبح، ويحكيها الانسان من شرح الصدر، ويحكيها 20 مره لا ينقص حرف ولا يزود لنفسه حرف. لا يحكيها، تحكيها لحد تحكيها لحد، هحكيها بعد 20 سنه حافظها زي ما هي. أيوة. دي الرؤيه الصالحه. اما الحلم تحكيه نسيت سيد افتكرت هو ده الحلم من الشيطان. لا ده لا طب ولما يقوم من النوم يا دكتور ويلاقي نفسه شاف الحلم اللي هو حلم بيه وقايم خايف او قلبه بيدق يعمل ايه بقى؟ صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اول حاجه انها لا تسوءك وانها لا تضرك، واتفل عن يسارك ثلاث، التفل النفخ بغير ليك ثلاث، وتغير موضعك موضع نومك. الله إليك النبوي كريم عظيم. اما الحاجه الثالثه بقى اللي هو احنا قلنا ايه الكابوس. الكابوس بيجي عند موضعين بس، اما عند النوم بدايه النوم او عند بدايه الاستيقاظ. تمام. ده اسمه الكابوس. اسمه الايه الكابوس. وبرضه من الشيطان لا يفسر. اما حديث النفس بيسموه العلماء العقل الباطن، نفسي اجيب عربيه، نفسي اجيب شقه، نفسي اجيب كذا، نفسي اعمل كذا، نفسي اشتغل، نفسي اسافر، شفتها في المنام. لا حلم ولا رؤيه ولا كابوس، ولكنها حديث الايه النفس. الاستاذ الباحث عبد العال شعبان عبد العال مجلي مرحبا حضرتك. بقى في حاجه كده ابشر الجمهور بيها بس عشان انا شخصيا وبقيت الجمهور بيحبوها. بسم الله. حضرتك هتكلمنا في الحلقات القادمه ان شاء الله عن السحر والحسد والمس الكلام ده كله. تمام صح كده باذن الله. وازاي نعرف احنا عندنا سحر ولا أيوة لا؟ ايوه وفي علامات. ازاي نعرف احنا عندنا حسد ولا مزبوط. لا الحاجات دي كلها بإذن لازم الله. نعرفها باذن الله ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله باذن دكتور شعبان. غالبيه الناس لما بتلاقي حد فبيشوفوا ده غالبا بيشوفوا حي، فهل ده شيء طبيعي؟ يعني مثلا حد مات له حد قريب او عزيز عليه غالبا ما بيشوفوا حي، فهل ده طبيعي ولا ده اصلا؟ هي ارواح جنود مجنده، ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والحلم احنا مش حلم بقى، احنا مجاز من حلم، اما هي اصلا رؤيه. فالرؤيه ديت انت الانسان ما ينفعش يضبطها او يوجه البوصله بتاعه المنام. ممكن ترى الميت ويحكي لك اشياء، وانت ترى اشياء خلاص وتحكيها للميت. اتصال ارواح. اتصال ايه يعني الأرواح. رؤيه افهم من حضرتك كده ان رؤيه الميت حق؟ حق نعم. على اي صله بيقولها؟ طبعا يعني طبعاً. فعلا الميت بيحس، والميت يحس، والانسان بيحس بالميت، والميت بيحس بالانسان. احنا يا دكتور مش بنتكلم في احساس الميت، لما بنتكلم لو انا شفت منام لواحد ميت وجاني وكلمني. تمام. فهل ده فعلا تلاقى ارواح؟ نعم تلاقى ارواح، وفي نصايح او تبشير او تحذير. هو نصيحه رساله يعني. تمام. او بشير لك او نذير لك. طب دكتور شعبان كنت انا قريت شويه في تفسير الاحلام فقريت معلومه كده بس ما اعرفش ما مدى صحتها. ان اي منام غالبا بيكون حوالي 7 ثواني. لا صح؟ لا 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 وده خطا وصح. خطا في التحديد وصح في القصر، وهي من صفات الرؤيه الصالحه ان تكون قصيره ان شاء الله. شفت بقى؟ اتفضل. طب رؤيه الانسان الحي ده خلاص ده الميت بقى. واحد شاف واحد حي بقى. رؤيه الانسان الحي هو مازال حي بقى. الانسان الحي برضه حسب حاله صالح
فاسد، مشاكل اجتماعية، في محبة بينهم، في مشاكل في العمل، حسب الحالة المزاجية والحالة الحياتية بينهما. ده عين أفهم كده ان ده مثلا انت بترجع عن امور دي العقل الباطن ممكن؟ العقل الباطن ده حاجة تاني بقى، عشان العقل الباطن ده وحديث النفس قد يكون في الأحياء برضه. طيب يا دكتور، سؤال لي انا شخصيا، لما اشوف حد مثلا عايش واحلم بيه ان هو في حاجه معينه، ولما اصحى بعد كده الاقي الانسان ده بيكلمني وبيشتكي من نفس الحاجه اللي انا شفتها في المنام، ده بيكون ايه؟ ده اولا دي اسمها رساله، واسمها شفافيه. اسمها ايه؟ للناس شفافية. المقربين للناس المقربين، مش مع كل الناس، مش مع كل اسمها خصوصيه. ايوه بالظبط، تمام. يعني شفافيه بيني وبين الشخص دوت، الشخص ده. يا دكتور شعبان اتفضل. انت كده خلاص فهمت ان بتكون رساله من الميت او الحي. ايوه، رساله او بشير او تحذير. وافهم من كده ان الرؤيه حكايه تحديد وقت ده مش موجود؟ ما تحديد وقت لا، مش لا تحديد، لا التحديد لا، القصر موجود، والاطاله من صفات الحلم، والقصر من صفات الرؤيه الصالحه. الواحد سيدنا قال ان ارى في المنام اني اذبحك، حادث ايه؟ حادث واحد، حادث ايه؟ اتفضل. دكتور شعبان حقيقي انا احنا اتشرفنا بيك، ومش عارف اقول لك انت كده يعني نورتنا النهارده. لا جلال بيك، ان شاء الله الحلقه الجايه بننور عن تفسير عن انواع الاحلام والسحر والمس والحسد. وهل يا دكتور شعبان قبل ما نختم معاك، المس والسحر والحاجات دي ليه علاقه بالاحلام؟ ان في ناس بتشوف نفسها طالعه من فوق، بيشوف نفسه طاير وحاجات غريبه كده. نعم، لان السحر والحسد، السحر والمس ده جن ممكن يتلاعب بالإنسان، أما الحسد هو إصابة العين من الحاسد إلى المحسود، يعني 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 ما شاء الله لا قوة إلا ربنا، ربنا ربنا يحفظنا بيتدهل الكيان. آمين. العين يعني وإن من العين ما قتل، يعني العين ما قتل. أقوى من السحر. ده ممكن في أشياء في أوقات أقوى من السحر. ياه. لأن الشيطان قال، الله قال عن 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 الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفة. أما جاء عند البشر قال ومكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وإن العين حق. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر العين، وكان صلى الله عليه وسلم يلقي الحسن والحسين كل أعوذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كان أعز مالي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، فكان يلقيهما صلى الله عليه وسلم، وكان يلقي نفسه صلى الله عليه وسلم بقول أعوذ بالفلق، وقول أعوذ برب الناس، وينفذ بهما يده صلى الله عليه وسلم، ويمسح بها دكتور شعبان. وأعتقد إن ابتغاء بركتهما النبي أصابه المس السحر، البريد بن الأعصم اليهودي أصابه بسحر. ده كيف أصابه ومتى أصابه وما الطريقة نحكيها إن شاء الله. قصة جميلة مشيقة شيقة. دكتور شعبان إحنا سعداء بلقاء، اسعد والله اتواصل معاك ان شاء الله. ان شاء الله مش هنقول بقى الواحد ياكل نفسه زي من السحر والحاجات دي، خليها مفاجاه ان شاء الله. عشان الناس تنتظرنا ان شاء الله مفاجآت في الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. باذن الله نلتقي على خير. فاصل ونواصل.